التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام والانطلاقات متواصلة مع الشوط التاسع الذي يحمل في طيات الابكار المحليات الاصايل. نتمنى للتوفيق نتمنى التوفيق لجميع الاخوة المشاركين الحاضرين على ارضية هذا الميدان. نسير وياكم مع انطلاقة اول المراكز اول التحديات الدرعية على اول المراكز. زين بن محمد ونزيم المسافري من يقدم لنا الدرعية، بينما المركز الثاني الشكلة سالم بن عبيد بن سالم الراشدي من يقدم لنا الشكلة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول من هيبة لحميد بن سيف بن حميدان البلاسي، بينما النغلة إلى المركز الرابع حيث الوصول من الساعية سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يقدم لنا الساعية على رابع المراكز، والمركز الخامس الوصول من المسك علي بن عبد الله بن علي بن نواس من يقدم لنا المسك على خامس المراكز، بينما المركز السادس حيث الوصول حيث الدخول والانضمام على سادس المراكز. يا سلام وصلت الحاكمة، الحاكمة من تتسلل على سادس المراكز. هنالك علي بن حميد بن رزية الشامسي مقدم لنا الحاكمة على سادس المراكز، بينما النغلة إلى المركز السابع حيث الوصول والدخول والانضمام من الشكلة سالم بن عبيد بن سالم الراشدي، والمركز الثامن وصلت هملولة سعيد بن محمد بن سعيد المري، بينما النغلة إلى المركز التاسع هنالك اللي وصلت رسالة حمد بن علي بن عبد الله الحسني، والمركز أيضا العاشر هنالك من تتسلل حال مطر بن سعيد بن حضيرم الكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للعشر المراكز الأولى المتقدمة الحاضرة على هذا الشوط. لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المقدمة الأولى، لنا عودة إلى الصدارة إلى هنالك أيضا الدرعية هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، لكن المسك غيرت علي بن عبد الله بن علي بن نواس الاكتبي، وكذلك الوصول مع ثالث المراكز والدخول الانضمام من الساعية سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقدم لنا الساعية، بينما المركز الرابع هنالك الحاكمة علي بن حميد بن رزية الشابسي، وخامس المراكز يا سلام الوصول من هملولة سعيد بن مطر بن سعيد المري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمس المراكز الأولى المتقدمة الحاضرة على هذا الشوط. عودة مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة إلى المقدمة إلى الساعية، الساعية من غيرت سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يقدم لنا الساعية، بينما المركز الثاني المسك لعلي بن عبد الله بن علي بن نواس من يقدم لنا المسك، بينما أيضا الحاكمة مع ثالث المراكز علي بن حميد بن رزية الشابسية. الغلاف الجو الأخير، الكيلومتر الأخير، الكيلو المثير، وبدأت الساعية تتزايد من سرعتها نحو المقدمة نحو الفوز والانتصار. سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يتابع لنا انطلاقة الساعية، بينما وصلت الحاكمة علي بن حميد بن رزية الشابسي، وكذلك الوصول من هملولة سعيد بن محمد بن سعيد المري. الثلاثة
الثلاث في صراع، الثلاث اللي بهنزان اللقى يوم وصل كيلو الامتحان، ولعت بالنار اللضا الساعية والحاكمة، وهنالك أملولة لكن الساعية سعيد بن عبيد بن عبيد بن خبيضا، هنالك بن خليفة الحميري والحاكمة، هنالك من الجانب الآخر لعلي بن حميد بن رزية الشامسي، ثنائية خطيرة غيرت الحاكمة، غيرت إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى، أيضا علي بن حميد بن رزية الشامسية، سلام وتحية واحترام للمالك أيضا الحاكمة، لكن عادت الساعية والحاكمة، ثنائية خطيرة، الساعية ما راضية تسلم، هنالك سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، اللحظات الصعبة، سلام وتحية واحترام لمالك الساعية سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، المركز الثاني، وصلت هنالك الحاكمة علي بن حميد بن رزية الشامسي، والمركز الثالث الغزيلة حير بسيب النايع بن نواس الاكتبي، تهانينا والناموس لمالك الساعية سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. التوقيت الزمني عند اللجنة المنظمة لهذا الميدان، تهانينا والناموس لجميعنا.